أغا. حي الله من جاء. الله يحييك. هذا بن معيوة سعب من السيد. كيف من السيد؟ السيد بيراسلك؟ السيد بيراسلني. منين مع السيد واتساب؟ منين مع السيد واتساب؟ هذه جنبه. الإيراني. الجنب جنبه. بشان بالله أضغط بظهر الإيراني. اللي جنبه. مع عبد الملك الحوثي. أيوة عبد الملك الحوثي قال من؟ نبي راسله واتساب. ما بغيرك. أنا كنت معزوم أنت. هذا روي الرسائل رجعت سالبي وما بدنا تتصلش. الله الله. والله إننا نتصلح على طول. هذا بتصلح. لا كنت زيد. أنا ما أعرف معي راسي صح. لا تزيد فيها. عاد إحنا كنا أمس متعشين إحنا وياه. يا لطيف. عنده السيد. أيوة. وأنا أقول في الوضع. تعشينا. تعشينا. يقرح قلبك. ليش يقرح قلبي؟ ما بيرضاش يقابل سيد سيد سيدك وجهاً لوجه عجي يتعشى معك. عاد احنا تعشيناه قبل امس العشي جمعة. وديته بالأمهرية. اننا اديت لها السلطة وسبحان الله سبحان الله قربت السلطة رجعت تحاوق. والشفوت هذاك ما ادرين لحن قدو. انا شكلكم دخلتوا عند الشيباني بتناولوني. عبد الملك هجعونا. ما حد يصلى عند عبد الملك. خبرونا من الجبهه. الجبهه صلينا على رسول الله. الجبهه في مالك صلي على النبي في تقدم. اليوم مشطنا خميس مشيط بكتايب المشط. انتوا تقدمنا لا عند خميس مشط مشطنا مشط. كان موجود هو وانا وهذا وسيدي. انتوا لا تدقوا ابدكم على المشاط. كان المشاط موجود. اصبرني. انتوا لا تدقوا ابدكم في مارب. ترجعوا تقولوا الخميس مشيط. ما دخل خميس مشيط. قالوا مسحوب افكاركم في مارب. ولا مارب ومارب حرام قد حاصرناها ما عبش معاهم الا ما بما باقي معاهم غير شارع. شارع 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 يا دا. ولو نشتي لا نفصل عليهم من طرف. وهذا الجثث اللي يدخل يوميا أنا أبقى بيموتوا أجلهم يعني ما من حق معرب. ما مش معهم مقابر في معرب. بنجلل عندنا بنساعدهم. يا سعب يا سعب. كم قد شليتوا من معرب؟ كم قد دخلتوا؟ دخلنا في معرب 5000 كيلو. إيحة كم؟ 5000 كيلو متر مربع. أو إحنا جالسين مثلكم في البيوت. 5000. أنت تعرف كم هي 5000 كيلو؟ 5000 كم؟ قدك في العراق؟ لا يعني 5000 وقصته سير وردته. كن بطلوا كذب على الناس، كن قلوا 2000 وبعدين جبهته لابسين بيض ومنورين هذا هو اصلا لبسنا الأكفان وطلعنا. الأكفان. الأكفان. جالي احنا في الكفن، احنا نروح نجهد بالكفن. والله ما قدرت. طب أبتكم جبهة. أنت ذي قلت لي 5000. أنا قصدي تقول لي 5000 مقاتل وأنت قلت 5000 كيلو. الله يصيبك. الله يصيبك. الله يصيبك. أنت عارف كيف؟ كيف؟ يلغى اللسان بما لا تشتهي الأنفس. نعم. هو قصدنا 5000 مقاتل. هذي ماتوا. أغواني الشيطان. وقلت 5000 كيلو لأن أنا متشوق. والله لو تكتبوا ما كتبتوا انتم بتبشروا المقابر كيف قديمه لا وهذاك منين جو كيف عالم تضحكوا كوكو تضحكوا بالصدق عادي اينم الذي في المبشر كم يا مقابر كم يا جثت بتدخلوا هاي والصوالين والشي صار الشاشه قد نخذ الشاشه خضره قدي ايوه ذا الحين ما دام قد انتم في مارب الغزو من مارب يعني قد الغاز موجود هنا قد احنا بنستورد قد احنا الان عن نستورد غاز بالطاقه الشمسيه كيف كيف نستورد غاز من سريلانكا قد قال معنا استيراد الآن ما سمعت كلمة اسم هذا قال عن استورد غاز فأنت قلتوا إحنا في حصار قل له إنه يعني قطينا قطع لهؤلاء علشان يتولنا غاز إحنا قطعنا قطع فعلنا معهم قطع وقلنا عن استورد من أين من عند من قطعته هو من الدول خا من إيران ما بيش معها غاز عادي بتطلب هذا يقول له هي عاد اشتري لها ولا انا هي في عاد اشتريها في عاد اشتريها غاز لها ولا انا وكيف عاد تدخلها عندك وهم ممنوع مثل ما بتدخل الطائرات المسيره مثل ما بتدخل الطائرات المسيره ايوه المهم انا اتصلت لك على سب تدي ولدك نريح هالجبهه اتيه ايوه ما ادري ايش ولا تقلق في معنا حروز اخفاء
معاكم حرز. أها. في عيلته محمد يحيى ما شاء الله ابنه. هو تنجس تنجس الحرز. ها. أها. لو يكون لأنه يمكن افتجع تنجس لازم يكون متوضي طول الوقت. من هو ذي جسم متوضي طول الوقت؟ المجاهدين بجسم متوضين طول الوقت. ما فيش حدا كذا. الله أبو ذنب أنا جسم متوضي طول الوقت. أيوة كم قد وزعتوا حروز كم؟ هي ها صلي على النبي يشل الحرز ويرجع أخضر يصلها أنا أول ما يوصل الجبهة ما عاد أحد شبشره يختفي من عند رحم الرحيم. لا إله إلا الله. والقناص حتى القناص يرتبش. أنا من تربية السيد القاهي. من هو؟ هو رباني عبد الملك الحوذي. إحنا تربينا جمعة. أيوه. صح الله من تربية. لا قد ربك هكذا. لو سمحت تخرج من البيت. أنا عاد أخرج وغيركم بطلوا تكذبوا على الناس. لو سمحت. حرز حرز بيختفوا في الجبهات وبيدك تقوم يرتوا لكم صناديق. والله يبين صناديق ما ليش ما يختفي؟ تضحكوا لكم على خلق الله. صار احنا في خسار. وبعد هذا مشوا بيدك علي الحرم ما عاد ما يقلعوك من هنا قل. أنت داري حق منو؟ حق من؟ حق حق الداعشي هذا اسمه؟ أو داعشي. خلاص هو حقه أيجي اتفقنا قصدك منه حكاك والله ما تفعلوا حاجة. من أنا عاد أيجي؟ هذا يجي والله لا يقلعكم قل حق الناس من قال حقي غلب. هذا داعشي. هم بطلوا بطلوا تكذبوا على الناس. كتبوا ستوا أول شيء بينكم البي. ولا سبق بتسمع ايش بيقول نسبي الحق بعدها صفي ذا الحين يا سيدي ذا الحين اي احنا عدوا لنا شيء منكم غير قاس وبترو وراتب حاجه اساسيه للحياه نقدر نتنفس فاحنا في حصار هو ذا في السوق السوداء ملاء دواء ايش تبي بالزوس الغاز بيهربوه من مارب ويجوا يبيعوا في مارب على سبيش نفشل وذا قلتوا قد سرتوا ودخلتوا وانتصرتوا وكذا أين الأساسيات هذا؟ احنا ماسكين الأمر كلها وهم بيهربوا ويفعلوا سوق سوداء واضحة الله معك اش من حصاء هو ذا السوق السوداء ملان بترول ملان غاز وكل شيء متوفر لكن مشوا الحصار خارجي الحصار منكم أنتم عتموتون أجوا أنتم وأنتم غير بتمكنوها أزمة أزمة سرق سرق هذا بشونا سبك أقوم أصفي هذا أنا صفي بس أنا أشتي أقول لك حاجة أيش لأني هذا وصية إذا أنت تشتي تكسب الأمور كلها كونك كذب كونك كذب قفينا كذب حرام نقعد مع عبنا سرق ود من كثير الكذب بعض الكذب حقك بتفضح بنا كلنا يعني تمام انا عندك نجهز كذب من العشي ايوه جهز كذب من العشي نكون نبكر نكذب بهن في نص ساعه لا نقول نصطبح والله ما قد بين احلف لو ما بيقع فيني عصبه ولا بيصدقوا عيال الكلب اكذب 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 شعارنا انت بسنه كفلنا فيهم في مارب كيف ادينا عبتهم كفلنا بهم كيف دعسناهم دعس والله ما عاد كنت تدعس الا على لحم وعظم انت بسارت نافهم نجحونا يا سيدي انت بسارت مخبثهم أبصرت على خبيثي اي والله